من اللي وجه أوامره إلى العسكر يعني أن يتجهون بيت الشيخ ويكسرون الأبواب ويدشون عند الآن القرف فوق مكسرة والبيبان؟ وأنا كنت مع الشيخ قبل قليل، الشيخ يمثل كل أهل البحرين، وهذا اللي صار غير صحيح. يعني تطور خطير وغير مسبوق، وأرادت الحكومة من خلاله فقط أن ترى رؤية الشعب البحريني وأن تجس نبض الشارع لما سيحدث. هل شعب البحرين إذا تم المساس بآية الله الشيخ عيسى قاسم سوف يستسلم أم أنه سوف يواصل مسيرته؟ وكما ترون اليوم الشوارع كلها مليئة بالمسيرات، ولن نقبل بهذا المساس أبدا. الشيء الذي لم نقبله قبل عامين لن نقبله اليوم رغم كل الانتهاكات التي حدثت.